السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميس إيناس. النهاردة هنكمل مع بعض Connect 6 Unit 2 We Are All Different، والنهاردة عندنا Lessons 4 and 5. نبدأ مع بعض بسم الله. نفتح صفحة 75. Key Vocabulary Pets. Pets يعني حيوانات أليفة. Pets Pets. طيب، من ضمن الحيوانات الأليفة اللي عندنا Lizard. Lizard اللي هي السحلية. Lizard Lizard. Bird Bird طائر. fish fish سمكة. cat قطة. تاني lizard يعني سحلية، bird طائر، fish سمكة، وcat اللي هي extra vocabulary. soft soft يعني ناعم. soft soft. independent 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 يعني مستقل. مستقل يعني يعتمد على نفسه. negative negative يعني سلبي، عكسها positive يعني إيجابي. negative 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 سلبي. points points يعني نقاط. points. well being يعني راحة أو سعادة. well being. claws claws اللي هي المخالب. claws ضافر بتاعة القطة يعني، أو بتاعة الدب أو بتاعة الأسد. أوكي، دي اسمها مخلب. claws 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 يعني مخالب. positive positive يعني إيجابي. fur fur اللي هو الفرو. friendly friendly ودود. friendly. sharp sharp يعني حاد. pitting pitting اللي هي المنطفة أو التدليل. باص ستوب يعني موقف، موقف الاتوبيس، موقف الاتوبيس، المكان اللي بيقف فيه الايه الاتوبيس. باص ستوب. conjugation of verbs تصريف الافعال. طب احنا عندنا افعال منتظمه regular verbs وافعال غير منتظمه irregular verbs. الافعال المنتظمه بتنتهي ب ed ed و ied. طيب touch touch it اللي هي يلمس. الاي دي هنا تنطق التي، الاي دي تنطق التي. touch touch it. pit pitted اللي هو يدلل. touch touched اللي هو يلمس. pit pitted اللي هو يدلل. الirregular verbs الافعال غير المنتظمه بتتحفظ زي ما هي. take talk take talk. take يعني ياخذ، و talk اخذ. take talk. important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر هامه. for a walk for a walk يعني للتمشيه. for a walk for a walk. it's difficult to من الصعب ان. it's difficult to من الصعب أن. it's true that إنه حقيقي أن. إنه حقيقي أن. it's true that it's true that. find food to يجد طعام لي. find food to. main points on listening and reading texts نقاط هامة على نصوص الاستماع والقراءة. احنا الموضوع بتاعنا النهاردة عن cats are the best pets اللي هي القطط هي أفضل الحيوانات الأليفة. عندنا guiding words الكلمات الإرشادية، وعندنا sentences الجمل. favorite وanimal. favorite يعني مفضل، وanimal يعني حيوان. نقول ايه؟ القطط هي حيواناتنا المفضلة، او زي ما هو كاتب هنا cats are Hanny's favorite animals. القطط هي الحيوانات المفضلة لمين؟ لهاني. cats are Hanny's favorite animals. او اقول cats are my favorite animals. okay beautiful fur. beautiful يعني جميل، وfur اللي هو الفرو. cats are beautiful with soft fur. القطط جميلة بايه؟ بفر وناعم. فير طبعا اللي هو الفر بتاع الايه القطه. طيب يبقى التاني cats are beautiful with soft fur. clean calm. clean يعني نظيف، وcalm يعني هادئ. هنقول القطط بتكون ايه؟ نظيفه وهادئه. يبقى cats are clean and calm animals. القطط تكون نظيفه وهادئه، حيوانات نظيفه وهادئه. cats are clean and calm animals. طيب cats independent. cats independent cats اللي هي القطط، و independent اللي هي مستقلة. cats are independent. القطط تكون ايه؟ مستقلة، بتعتمد على نفسها يعني. cats are independent. okay. for a walk. for a walk يعني للتمشية. people don't need to take cats for a walk. الناس مش محتاجين ان هم ياخدوا القطط للايه؟ للتمشية. people don't need to take cats for a walk. choose the correct answer from A, B, C or D. نختار الإجابة الصحيحة من A, B, C, D. This is my little not dog. It's very cute. ها هذا يكون الصغير، الكلب الصغير. ها it's very cute انه ايه؟ ظريف جدا او جميل جدا. cute يعني ايه؟ ظريف او لطيف. ماشي. dangerous يعني خطير، ولا sharp يعني حاد، ولا pet اللي هو حيوان اليف، ولا angry يعني غاضب. ها برافو. This is my little pet dog. هذا يكون ايه؟ الكلب المدلل ايه بتاعي الصغير. it's very cute انه هو ايه؟ رقيق رقيق او جميل جدا. طيب number 2 the lions
نقط are very strong and sharp. The lines A claws المخالب ولا eyes عيونه ولا arms أذرعه ولا fur الفرو بتاعه. أكيد إيه الحد فيه. برافو claws المخالب. The lines claws are very strong and sharp. طيب number three. She doesn't always need any help. هي دايما على طول مش محتاجة أي مساعدة من إيه من حد. She is إيه هي مستقلة قوية وبتعتمد على نفسها. يبقى independent. برافو. يبقى هي ايه مستقلة وبتعتمد على نفسها. طبعا hard يعني صعب ونيجاتيف يعني سلبي وunkind يعني غير عطوف. Listening and reading. Look and read. Hani's paragraph. الparagraph بتاع هاني بيقول ايه. Cats are the best pets. القطط هي افضل الحيوانات الايه الاليفة. Cats are my favorite animals and I think they make the best pets. القطط هي حيوانات مفضلة وانا اعتقد ان هي افضل الحيوانات الايه الاليفه. They are beautiful with soft fur which is nice to touch. هي حيوانات جميله لها فرو ناعم وجميل الايه الملمس. They are clean and calm animals which are usually friendly. هي حيوانات نظيفه وهاديه وعاده ما تكون ايه ودوده وعاده ما تكون ودوده. They like people but they are independent. هم بيحبوا الناس بس هم حيوانات ايه مستقله بتعتمد على نفسها. So you don't need to take them for a walk every day. إذا كنت مش محتاج أن أنت تأخذهم في التمشية للتمشية كل يوم. It's true that cats have sharp claws and teeth. صحيح أن القطط لديها أسنان ومخالب حادة. But they only use them when they are scared. بس هما بيستخدموهم بس لما يكونوا إيه خايفين. عندما يكونوا إيه خائفين. People also say that when you pet a cat, it makes you happy. يقول الناس ايضا ان انت عندما تدلل قطة فده بيجعلك ايه سعيدا. ده بيجعلك ايه سعيدا. So they are good for your well-being too. لذلك هم مفيدين لايه رفاهيتك واللي سعادتك. Positive and negative points about keeping a cat. نقاط ايجابية وسلبية عن تربية الايه القطة. Positive يعني ايجابي ونيجاتيف يعني سلبي. Calm and clean هي هادية وإيه ونظيفة. Usually friendly عادة بتكون إيه ودودة. Half soft fur لديها فراء إيه ناعم. Beautiful and independent جميلة ومستقلة تعتمد على نفسها. Petting a cat makes you happy. تدليل قطة بيجعلك إيه سعيدا. طب النيجاتيف النقاط السلبية عنها. Half sharp claws and teeth لديها أسنان حادة وإيه ومخالب حادة. يبقى تاني البوزيتيف اللي هو الإيجابيات. Calm and clean هادية ونظيفة. Usually friendly عادة ودودة. Have soft fur لديها فراء ناعم. و beautiful and independent وجميلة ومستقلة. Petting a cat makes you happy تدليل القطة بيجعلك سعيدا. وعندنا نيجاتيف السلبيات بتاعة القطة تربية القطة انها have sharp claws and teeth لديها مخالب ايه مخالب واسنان حادة. A conjunction أداة الربط. أداة الربط هي كلمة بتربط الكلمات والعبارات ببعضها. يبقى is a word that joins words and phrases together. أداة الربط هي كلمة بتربط الكلمات والعبارات ببعضها. فاحنا عندنا أداة ربط but اللي هي لكن. لكن بتستخدم لربط فكرتين متناقضتين في جملة. فكرتين عكس بعض. زي ما أقول I like apples. أنا بحب التفاح. But I don't like mangoes. I don't like mangoes. بس أنا مش بحب الإيه؟ المانجا. يبقى هنا but استخدمت لربط فكرتين متناقضتين اللي هو إيه؟ أنا بحب التفاح بس مش بحب الإيه؟ المانجا. يبقى you can use but to join two contrasting ideas in a sentence. زي عندنا هنا lizards make good pets but it's difficult to find food for them. السحالي حيوانات أليفة جيدة بس من الصعب انت تلاقي ايه اكل ليهم. تستخدم but برضو ايضا في يمكنك ذكر نقطة سلبية ثم استخدام but لشرح سبب عدم كونها مشكلة بالفعل. زي ما اقول ايه It's true that cats have sharp claws and teeth but they only use them when they are scared. هنا انا قلت ذكرت نقطة سلبية اللي هي ايه ان القطط عندها مخالب واسنان حادة بس ايه شرحت بعد كده ان ده مش مشكلة. But they only use them بس هما بيستخدموهم فقط لما يكونوا ايه خايفين. يبقى you can mention a negative point then use but to explain why it's not really a problem. ماشي دلوقتي عندنا تمارين بسيطة على but. Join these phrases using but.
اربط هذه الجمل باستخدام ايه؟ but. طيب the desert is sunny and hot, I like it. الصحراء مشمسة وحارة انا بحبها. هقول the desert, the desert is sunny and hot, كوما but بيتحط قبلها كوما but I like it, بس انا بحب ايه؟ بحبها. طيب number two, I studied for the test, I don't think I did well. أنا ذاكرت الامتحان بس أنا أعتقد إن أنا إيه؟ ما أديتش كويس. يبقى I studied for the test but I don't think I did well. طيب اللي بعده number three, my phone got wet, it still works. التليفون بتاعي ايه؟ اتبل بس هو لسه ايه؟ شغال. يبقى my phone got wet but it still works, بس هو لسه ايه؟ شغال. number four, the bear attacked us, we run away. The bear attacked us, we run away. الدب هاجمنا واحنا ايه؟ هربنا. يبقى هقول the bear attacked us but we ran away. Okay. Number five, Mary plays the violin well, the piano is her favorite instrument. ماري بتلعب كمان كويس بس البيانو هو ايه؟ الآلة المفضلة ده. يبقى هنقول Mary plays the violin well but the piano is her favorite instrument. Okay. General exercises on lessons 4 and 5. تمرين عام على lesson 4 A and 5. Number 1, listen and complete. دلوقتي عندنا نص استماع, ركز مع بعض كويس عشان نقدر نكمل. Cats are my favorite animals and I think they made the best pets. They have soft fur which is nice to touch. They are clean and calm animals. Cats are usually friendly. They like people, but they are independent. So you don't need to take them for a walk every day. Tani, cats are my favorite animals and I think they make the best pets. They have soft fur, which is nice to touch. They are clean and calm animals. Cats are usually friendly. They like people, but they are independent. So you don't need to take them for a walk every day. Number one, cats are my favorite animals. Bravo, favorite animals. Cats have soft, bravo, fur. لديها ايه؟ فر ناعم. They are and calm animals. They are a, bravo, clean. حيوانات نظيفة وهادية. Cats are usually, bravo, friendly. القطط عادة ايه؟ ودودة. القطط عادة ما تكون ايه؟ ودودة. يبقى cats are usually ايه؟ friendly. Number 2, read and complete the dialogue with the words from the box. هنقرأ ونكمل الديالوج من الكلمات الموجودة في النص. Walking اللي هي تمشية, و pets اللي هي حيوانات أليفة, و fur فار, و cat قطة, و food اللي هو الطعام. المحادثة بين مهدي ومروان. مهدي بيقول له هاي مروان, أهلا مروان, what are you doing? إيه اللي أنت بتعمله؟ بتعمل إيه يعني؟ قال له I am buying nut for lucky. أنا بشتري إيه؟ for lucky, للاكي. قال له who's lucky? مين lucky ده؟ قال له it's my friendly dog. يبقى انا بشتري ايه بقى لوكي؟ برافو, food. يبقى I am buying food for lucky. انا بشتري طعام للوكي. قال له who's lucky? مين لوكي ده؟ قال له it's my friendly dog. انه ايه؟ الكلب الودود بتاعي. Do you have any? هل لديك اي نقط؟ قال له, رد عليه قال له yes I have a. هل لديك اي حيوانات اليفه؟ يبقى do you have any a? برافو, pets. قال له yes I have a
نقط. رد عايز احته قال له ايه؟ I love cats. يبقى هو عنده ايه؟ برافو عنده cat. يبقى قال له yes I have a cat, انا عندي قطة. راح مروان رد عليه وقال له ايه؟ I love cats, انا بحب القطط. They have soft, هم لديهم ايه؟ ناعم. ها برافو fair, soft fair, لديهم فراء ناعم. مهدي رد عليه وقال له اه yes they are independent too, وكذلك هم ايه؟ مستقلين ايضا. يبقى تاني نقرأ مع بعض المحادثة. مهدي, المحادثة من مهدي ومروان, بيقول له hi Marwan what are you doing, ايه اللي انت بتعمله؟ قال له I am buying food for Lucky, انا بشتري طعام لي Lucky. قال له who's Lucky, مين Lucky ده؟ قال له it's my friendly dog, انه كلبي الايه؟ الودود. do you have any pets, هل لديك اي حيوانات أليفة؟ قال له yes I have a cat, لدي قطة. قال له I love cats, انا بحب القطط. they have soft fur, هم لديهم ايه؟ فراء ناعم. مهدي قال له ايه؟ yes they are independent too, وكذلك هم ايه؟ مستقلين ايضا. number 3 read and match A with B, نقرا وصل عمود A بالعمود B. number 1 بيقول we have information technology lessons, نحن لدينا دروس تكنولوجيا المعلومات. ها نقرا مع بعض keep your pet, تحتفظ به الحيوان الاليف بتاعك, ولا when they are scared, عندما يكونوا خائفين, ولا in the IT building, في مبنى تكنولوجيا المعلومات, ولا I don't like mangoes, انا مش بحب المانجا, ولا he lives, هو يعيش. ها we have information technology lessons, برافو, in the IT building, في مبنى تكنولوجيا المعلومات. طيب number 2 بيقول I like apples, انا بحب التفاح, but بس انا ايه؟ برافو I don't like mangoes, انا مش بحب المانجا, انا بحب التفاح بس مش بحب الايه؟ المانجا. number 3 cats use their claws, القطط بتستخدم المخالب بتاعتها امتى؟ keep your pet, تحتفظ بالحيوان بتاعك, ولا when they are scared, عندما يكونوا خائفين, ولا he lives, هو يعيش. برافو when they are scared, عندما يكونوا ايه؟ خائفين. يبقى هم بيستخدموا المخالب بتاعتهم عندما يكونوا ايه؟ خائفين. طيب number 4 where do you, ها where do you, دلوقتي احنا عندنا سؤال, فعندنا question mark, دلوقتي احنا عندنا سؤالين, ها في A و E, A و E, number A و number E, طب نختار اني واحدة فيهم. طب احنا عندنا هنا كلمة السؤال فعل مساعد, فاعل مفروض فعل وبقية الجملة, فعل وبقية الجملة, يبقى على طول نختار مين؟ where do you keep your pet, اين تحتفظ به الحيوان الاليف بتاعك. طبعا ما نقدرش نستخدم he lives, ان احنا المفروض عندنا هنا كلمة السؤال بعد كده الفعل المساعد بعد كده الفاعل وبعد كده الفعل وبقية الجملة, مش لسه فاعل والفعل. okay يبقى number E غلط. طيب number 4 choose the correct answer from A B C or D, نختار الإجابة الصحيحة من A B C D. number 1 بتقول cats have soft, القطط لديها ايه؟ ناعم, which is nice to touch, اللي هو ايه؟ جميل ان انت تلمسه. يبقى لديها ايه؟ برافو soft fur, فراء ناعم, لديها فراء ناعم الجميل ان انت تلمسه. طيب number 2 what is the best animals to keep as a at home, ايه هو افضل حيوان تقدر تحتفظ بيه كايه في المنزل؟ كايه بقى؟ كجاينت عملاق, ولا بيت حيوان أليف, ولا بلاي يلعب, ولا بول اللي هي كرة؟ برافو بيت. ايه أفضل حيوان تقدر تحتفظ بيه كحيوان أليف في المنزل؟ طيب number 3 we went to the park, احنا ذهبنا للحديقة, it was closed, ها احنا ذهبنا للحديقة بس هي كانت, لكن هي كانت ايه؟ مغلقة. يبقى but we went to the park but it was closed. طبعا احنا عندنا or, or بتربط بين ايه؟ جملتين, ده تكملة كلام. اوكي because بتبين السبب, يعني احنا عندنا حاجة وبنبين السبب بعديها, for برضو بتبين السبب, يبقى but هي الاجابة الصحيحة. but ده تربط وبتربط بين جملتين متناقضتين, احنا ذهبنا للحديقة بس لقيناها ايه؟ مقفولة. طيب number 4 fish are very, fish السمك يكون نقط, pets they don't make noise, هو ما بيعملش ايه؟ ضوضاء. يبقى على طول ايه؟ هادي. يبقى fish are very calm pets, السمك حيوانات هادية جدا, حيوانات أليفة هادية جدا, they don't make noise, هما ما بيعملوش اي ايه؟ ضوضاء. number 4 put the words in the correct order to make correct sentences, هنحط الكلمات في الترتيب الصحيح لها عشان نكون جمل صحيحة. number 1 sharp cat teeth have claws and, ها cats القطط, القطط مالها؟ have لديها, ها sharp claws and teeth لديها مخالب وأسنان حادة. يبقى cats have sharp claws and teeth. طيب number 2 great my school but
is it's far very ها my school مدرستي مدرستي مالها is great تكون رائعة ها but ولكن ها it's very far هي بعيدة جدا very far يبقى my school is great but it's very far طيب number three are my animals cats favorite ها cats القطط ها are تكون my favorite animals القطط تكون هي حيواناتي الايه المفضلة طيب يبقى cats are my favorite animals طيب is number four is animal what the quietest ها what ها فعل مساعد is ها what is the quietest animal ايه هو اهدى حيوان What is the quietest animal? ما هو أهدى إيه؟ حيوان. Number six. هنضع علامة الترقيم الآتي. Number one بيقول Are you angry? said Ali. ها. أول حاجة عندنا هنا الـ A capital. ماشي؟ وهنا السؤال said Ali هو حط نقطة. طب دلوقتي إحنا عندنا said Ali. قال علي. يبقى هنا اللي قاله هنحطه بين علامتين تنصيص. يبقى نحط إيه؟ علامتين تنصيص. لأن دي كلمة قالها إيه؟ حد. يبقى نحط ايه quotation marks يبقى عندنا ال A و quotation marks وهو طبعا حطت النقطة في الآخر طيب number two cats are clean and calm animals طبعا أول حرف اللي هو ال C هيبقى capital بتاعت cats ها are clean and calm animals وفي الآخر نقطة لأن دي جملة خبرية عادية يبقى هيبقى ال C والنقطة number seven write a paragraph of about 50 or 60 words using the following guiding elements هنكتب فقرة إنشائية مكونة من 60 أو 50 كلمة عن your pet اللي هو حيوانك الأليف هنستخدم فيها العناصر الإرشادية الآتية independent اللي هو مستقل و scared خائف و claws اللي هي المخالب و fur الفار أول حاجة هنقول cats are my favorite animals they are beautiful with soft fur which is nice to touch they are clean and calm animals نقطة ها الأول They are clean and calm animals. Clean and calm animals, which are usually friendly. Nishi. They like people, but they are independent We don't need to take them for a walk. We don't need to take them for a walk every day we don't need to take them for a walk every day بعد كده they have sharp claws and teeth but they only use them when they are scared ماشي
آخر حاجة I like petting cats because this makes me happy. نقرأ مع بعض. Cats are my favorite animals. القطط هي حيوانات الايه المفضلة. They are beautiful with soft fur which is nice to touch. هم جمال بفرو ناعم اللي هو جميل ان انت ايه تلمسه. They are clean and calm animals which are usually friendly. هم حيوانات هادية ونظيفة واللي عادة بتكون ايه ودودة. They like people but they are independent. هما بيحبوا الناس بس هما ايه مستقلين يعني بيعتمدوا على نفسهم. We don't need to take them for a walk every day. انت مش محتاج ان انت تاخدهم للتمشية كل يوم. They have sharp claws and teeth but they only use them when they are scared. هما لديهم اسنان ومخالب حادة بس هما بيستخدمهم بس لما يكونوا ايه خايفين. I like petting cats because this makes me happy. انا بحب تدليل القطط لان ده بيخليني ايه بيجعلني سعيدا. كده احنا خلصنا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. باي باي.